président de FIATA et le président du RAME de vous souhaiter une chaleureuse. المحاور اللي غادي يتطرق لها هاد المناظره هي محاور زعما كثيره. اولا المحاور الاولى اللي غادي نقولوا المحور الاول هو على التكوين، وخصوصا التكوين المستمر اللي غادي يكون على هامش المناظره، لانه غادي نبغينا نعطينا هاد الاهميه ديال التكوين المستمر، لان التكوين عنده واحد العلاقه كبيره بتطور الشركات، سواء الشركات ديالنا او الشركات اللي كان عندها واحد الخصائص بالنسبه لي كومبيتونس او ماتيغ دو لوجيستيك انترناسيونال. اليوم الاول اللي غادي يكون في عنده في التكوين، غيكون في الاول غادي يكون تكوين عامه على النقل واللوجيستيك، ومن والمحور الثاني غادي يكون دائما في التكوين، ولكن التكوين موجه للشباب ديالنا، لان الشباب في المغرب لحد الان ما كانتش مؤسسات في القديم، ما كانش مؤسسات خاصه بالنقل واللوجيستيك. دابا بداوا المؤسسات الحمد لله كاينين، فاحنا تنحاولوا باش نقولوا لهم بانه النقل واللوجيستيك ماشي هو واحد الميدان اللي ميدان ماشي عمودي ولكن افقي، لان تعطي للشباب انهم من بعد ما تكون عندهم داك التكوين كامل، تيمكن لهم ماشي يخدموا غير في شركه ديال النقل واللوجيستيك، يمكن لهم يخدموا في اي شركه اللي عندها علاقه بالتصدير والاستيراد. الاستفاده اللي غتكون مباشره بالنسبه للمغرب، وهو بالنسبه للناس ديالنا اللي في الجمعيه ديالنا منظمه عمليه النقل الدولي، غتكون عندهم اولا واحد التبادل مع الاخوان ديالهم في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي الدول الاخرى، واللي غادي من عن طريق هاد التبادلات اللي غادي تكون بيناتهم غيمكن لهم بجوجهم يساعدوا مستوردين ومصدرين، يساعدوهم على باش يسهلوا لهم عمليه النقل وخصوصا النقل المتعدد الانماط. والمساله الثانيه اللي كذلك نقدر نعتبروها مباشرة، وهي التعريف بالمغرب ومؤهلات المغرب في النقل واللوجيستيك. هذا هو اللي تيهمنا اكثر، لانه عندنا تقريبا واحد 300 الناس اللي غادي يجيو، اللي كاينين الضيوف ديالنا اللي كاينين، اللي غادي نعرفوهم بالمغرب، واللي غيكونوا واحد حلقه وصل بالنسبه لنا في الدول ديالهم الافريقيه. Mission exercise was done with a training needs analysis.